نجحت شركة تركية بالتعاون مع جامعة جراح باشا الحكومية في اسطنبول بتصميم حفاضات ذكية للأطفال من شأنها تحديد ما إذا كان الطفل يعاني من التهابات في المسالك البولية كخطوة أولية لبدء العلاج المناسب. وبدأت الشركة بتوزيعها في الأسواق المحلية وتصديرها للأسواق العالمية، ويقدر القائمون على المشروع بأن تصل إيراداتهم إلى 30 مليون دولار سنوياً. نقلة نوعية في مجال تصميم وابتكار حفاضات ذكية للأطفال في تركيا بالتعاون مع خبراء صحة بهدف تشخيص أي التهابات في المسالك البولية التي تعد أكثر المشكلات الصحية شيوعاً عند الأطفال. الهدف من هذا المشروع هو تنبيه الأبوين لما إذا كان الطفل يعاني من التهابات قد تؤدي إلى أمراض خطيرة في المسالك البولية والمثانة والكلى، إذ يوجد في هذه الحفاضات مواد غير مضرة بصحة الأطفال تتفاعل مع البول ويتغير لونه إلى الأحمر إذا كان الطفل يعاني من التهابات. مشروع حصل على براءة اختراع مؤخراً وبات يشهد طلباً من أكثر من 30 دولة حول العالم. بدأنا بإنتاج الحفاضات الذكية هذا الشهر وننتج نحو 30 مليوناً منها كل شهر. أول توريد سيكون هذا الأسبوع إلى جمهورية شمال قبرص التركية، ونتوقع أن تكون أرباحنا بحدود مليوني دولار شهرياً، كما تلقينا اهتمام اليونيسيف منظمة الأمم المتحدة للأطفال. ويقدر القائمون على المشروع أن يحقق نمواً في إنتاجه بنسبة 5% وعائدات تقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي. دفعات هي ليست الأولى التي تعد لتوريدها للأسواق المحلية والعالمية، إذ يأمل القائمون على المشروع أن تصل إيراداتهم إلى 30 مليون دولار سنوياً. دلال القاسم، تي آر تي عربي، تشورلو.